تاني صنف هنعمله هنعمل من الجلاش بيتزا. فعندي جلاش زبدة أو زيت للدهن أو الاتنين على بعض حسب. عندي ملح وفلفل، زيتون حلقات أسود أو أخضر أو الاتنين على بعض، بيبروني أو تركي مدخن أو بسطرمة أو لانشون، أي لحوم يعني مستوية. جبنة موتساريلا لو هنعملها صيامي هنشيل الجبنة، فلفل ألوان متقطع صغير، بصل أحمر متقطع شرايح رفيعة، زعتر مجفف أو فريش، وصوص البيتزا. صوص البيتزا عبارة عن إيه؟ معلقة من الزيت على النار عليها ثوم مفروم، ملح وفلفل، ثوم بودرة وبصل بودرة وزعتر، قلبناهم كويس جدا، نزلنا عليهم صلصة أو طماطم مبشورة أو الاتنين مع بعض، وعليهم معلقة سكر، قلبناهم مع بعض كويس، بقى عندنا صوص البيتزا. طيب هنعمل إيه؟ هاخد الجلاش مبدئيا كده، أحط اللفة كده وأتأكد إن هي واخدة وضعها كده جوه، وكل الزيادة ده هشيله. طيب هو الزيادة ده هيترمي؟ لا مش هيترمي، ده بناخده بعد كده نحمصه في الفرن أو على النار ونعمل منه أم علي. مفيش حاجة بتترمي، كل حاجة ليها استخدامها، بس أنا مش عايزة الزيادة ده لأنه هيتحرق، فمش عايزاه في الوصفة دي، لكن له استخدامات تانية أهو. أوكي ناخد بقى الطبقات دي نديها مسحة من الزبدة أو الزيت، كده أنا بستخدم دايما الفرشة أحسن من المعلقة عشان تديني كميات أقل من المادة الدهنية اللي أنا بدهنها أهو. جالي أكتر من استفسار عن القرص الطرية وعن المعجنات عامة، فأنا هجاوب عليهم، واللي عنده أي استفسار ومش عايز يخش على الهوا 236 أو 0900936 سيبوا السؤال بتاعكم في الكنترول وإحنا هنجاوب عليه. هنا هحط البصل يا مدام يسر، وملح وفلفل وزعتر. فل. صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك يا مدام يسر، عاملة ايه؟ انا حاساكي من امبارح يعني في حاجة مضايقاكي. لا والله ربنا يخليك، هو بس دور البرد عامل عمايله معايا ودماغي مع ماما شوية في البيت، بس يعني كله ماشي الحال الحمد لله. ربنا يروق لك الحال يا رب. آمين يا رب العالمين جميعا يا رب. بقول لك يا أمورة، عايزة أعمل الفراخ الأسيوي اللي عملتيها، بس أدخل في السياخ بروكلي ومشروم. طبعا. طيب إيه أشوحهم الأول؟ لا البروكلي هنديله سلقة في مية سخنة بنقطة ملح ونقطة عصير ليمون دقيقة واحدة، وهنطلعه على ميه ساقعه وبعدين نصفيه خالص من ميته. المشروم هنحطه زي ما هو. طيب ادخلهم الفرن ولا على الجريل يا اميره؟ براحتك يا مدام يسر، بس انا دايما بفضل في المشويات الجريل عشان الفرن بينشف الحاجه شويه، يعني بيخلي حاجه شويه ناشفه، فعلى الجريل بنقطه زيت او من غير زيت خالص لو الجريل ما بتلزقش. هيبقى ممتاز وكله يستوي بقى. وكله هيستوي مع بعضه. طيب يا حبيبه قلبي تسلمي. بشكرك جدا يا مدام يسر، كتر خيرك، ربنا يخليكي، نورتيني. احنا حاضر، عينيا حاضر، دقيقه واحده وهنروح له. طبعا انتوا خدتوا بالكم احنا عملنا ايه هنا؟ عملنا البصل حطينا عليه ملح وفلفل وزعتر، وهنا عملنا الطبقات بزبده او بزيت او الاثنين على بعض، وبعدين صوص البيتزا اللي احنا اتفقنا عليه وقلنا طريقته اهو. للناس اللي بتستصعب العجن الموضوع سهل وبسيط اهو، يا زي كده لانشون او تركي او بسطرمة، او لازم تكون اللحوم مستوية. فانا هحط دلوقتي هنا طبقة من البيبروني اللي عندي او السلامي او ايا كان. بيتجابوا منين؟ بيتجابوا من عند القسم بتاع اللانشون والجبن في اي سوبر ماركت. طبقه بقى من البصل اللي احنا عملناه وتبلناه، وطبعا الكميه انتوا حرين فيها،
براحتكم خالص اهو. فلفل الوان اخضر اصفر احمر، ده كله رومي، اللي بيحب الحامي يقدر يحط حامي طبعا. زيتون انا عندي هنا اسود بس، انتوا تقدروا تحطوا اسود واخضر مفيش مشكله. وبعدين هنحط شويه مشروم سرقتهم من الوصفه اللي قبلها كالعاده، استخسرتهم. رشه من الزعتر على الوش كده، رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، جبنه. قبل ما احط الجبنه عايزه احط رشه من الصوص يديني نكهه ويديني طراوه.